السلام عليكم، هلا بكم. ضياء عارف يحييكم. إذا منتخبنا العراقي خسر من المنتخب الروسي في مباراته الودية التي جرت قبل قليل بهدفين مقابل لا شيء، وهدفين نظيفين هماتين. هواي أحاديث صارت خلال هذه المباراة، اليوم لازم نركز عليها ونحشي بها. مباراة كلش هواي استفادينا من عندها. المنتخب العراقي كل اللاعبين أعتقد خاصة الكادر التدريبي استفاد من هذه المباراة، كل جزئياتها كانت مفيدة وخدمت منتخبنا العراقي، كشفت لنا هواي أشياء. مباراة جدا مهمة، اليوم راح نتكلم في هذه الليلة الرمضانية عن هذه المباراة برواقة بهدوء جدا. لذلك أنا أدعوكم شنو، تضعون لهذا الفيديو لايك، مشاركة، تعليقاتكم الحلوة، وأشوفكم بعد الفاصل. كبيرة كانت خاطئة من الحارس في ساقوف، لكن والله حلوة حلوة يلعبها لعبها يعني اللاعبين. برافو، حلوة. الضغط من زيدان، تمريرة إلى علي حمادي، إلى علي حمادي، التحرك ما بين قلب دفاع المنتخب الروسي علي الحمادي. يشاهد اللقاء ومن خلال الربع ساعة الأولى يشعر بالتفاؤل، يشعر بالفرح، يشعر بال... هي جول 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 جول. المنتخب العراقي بوجهين مغايرين، الشوط الأول والشوط الثاني، أكو هواي اختلاف بالأداء، هواي اختلاف بالوضعية تكتيكية. المنتخب الروسي في هذه المباراة كان قدم يعني مستوى مختلف بين الشوط الأول والشوط الثاني. شنو اللي صار بالضبط؟ ليش إحنا بالشوط الأول كنا مسيطرين وكنا طالعين لأقل شيء بثلاث أهداف، بالشوط الثاني رجعنا خسرنا 2-0؟ شنو السبب؟ هذه أمور كلها اليوم راح نتكلم عليها. أني قبل لا أبدأ، قبل لا أبلش بكل شيء، أضع علامة استفهام كبيرة جدا حول عدد من اللاعبين، وما راح أذكرهم كلهم، تعرفوهم، بس راح أخصص بالتحديد علي عدنان. يا جماعة الخير، واضح أنه علي عدنان مو مال المنتخب، خلاص يعني مو مال المنتخب. يعني أنا كنت أشوفه بالتدريبات مو هذا وزنه ولا هذه حركته، شوية ما عنده حركة. يا جماعة الخير، اللاعب ما أقول منتهي، بس مو مال منتخب، مو مال منتخب علي عدنان، مو مال منتخب. علامة استفهام كبيرة جدا على استدعائه، وإذا كان وجوده أو وجود غيره بفضل توصيات وضغوطات صارت على كاساس، رجاء أوفونا المنتخب بحاله، رجاء. ما راح اذكر بقيه اللاعبين، انتوا من يوم كنتوا تتكلمون بهم؟ شفتوهم وشفتوا ادائهم؟ مثلا اسامه رشيد، اسامه رشيد احنا بشبابه ما 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 شفنا خيره، نشوف خيره لما شيء. يا جماعه الخير، يا اهل الغيره والمروه، الله يخليكم، هذا الموضوع موضوع اللاعبين ووجودهم مع المنتخب، اتركوه لكاساس حصرا حصرا لكاساس، فدوا اروح لكم، مو يتابعهم من دون ضغوطات ومن دون أي شيء آخر. ما أتكلم عن أسامة رشيد، ممكن هو يجي يشوفه كذا، بس ما صراحة يعني الموضوع مستفز. تخسر 2-0 وبسهولة أمام منتخب أنت مسيطر عليه، ليش؟ بسبب شنو يعني؟ ترى كأساس الرجال ما له علاقة، الموضوع كله يتعلق بجاهزية اللاعبين. لاعبين بالشوط الثاني انتهى البنزين، بطارياتهم خلص خلص شحنها. عندنا كم لاعب قام يطوط بالشوط الثاني، يطوط لاعبي الدوري العراقي. اعتقد انه خلاص يا جماعه الخير، لازم احنا نفهم انه اللاعب المحترف خدمته بالمنتخب تستعادل اضعاف ما يقدمه اللاعب المحلي، اللاعب الهاول. جماعه الخير، لاعبي الدوري العراقي اترككم على صفحه، الله يخليكم. راح يجي يوم من الايام تشوفون انه المنتخب العراقي ب 22 لاعب محترف. ليش؟ لانه اللاعب المحترف يجبرك انه تاخذه. أقول الآراء المغلوطة اللي يصدروها إنه ويصدروها إنه المنظومة الكروية عبر اللاعبين السابقين اللي تعرفوهم، إنه اللاعبين المحترفين ما يخدمون المنتخب، وحنا نلعب بالفرق الحارات أفضل ما نلعب بهذولي، يعني لازم تنتهي. بس زيدان إقبال وعلي حمادي، بس هذولي، بس هذول الاثنين بكفة والمنتخب كله بكفة، ما يصير يا جماعة الخير. احنا لازم نعي أهمية ودور اللاعب المحترف بالمنتخب العراقي، الله يخليكم. احنا جيناهم ترى جيناهم بالخط المنتهي، الخط الضايع، جيناهم بلاعبين كمالة عدد، الله يخليكم، وهيك سوينا بهم بالشوط الاول. فقط زيدان اقبال وحده عليهم،
حلو، عندنا بس لاعب ثاني مثل زيدان اقبال كان الوضعيه كلها تغيرت. لاعبين الدوري العراقي بالشوط الثاني انتهت لياقتهم البدنيه، شحنهم خلص، تركيزهم ضاع، والى متى نبقى نعتمد على اللاعبين هوات؟ الى متى؟ واضح جدا اللاعب المحترف يفرق مع كل منتخب يلعب به. شفنا هذا بكاس العالم اذا تذكرون مع المنتخب المغربي، المنتخب الياباني، منتخبات وصلت بعيد بكاس العالم بسبب الاحتراف، بسبب انه استعانت بلاعبين محترفين. الفارق الكبير اللي اخذ الارجنتين وفرنسا وغيرهم من المنتخبات الى النهائي والى الى الى بعيد بعيد في بطوله كاس العالم، مسابقه كاس العالم، هي فوارق احترافيه. اللاعبين المحترفين فرقوا هواي مع منتخباتهم، كافي نستعين بلاعبين كل مستواهم الفني شوط واحد، كل لياقته، كل قوته، كل قوتهم شوط واحد. زيدان اقبال بصفحه والمنتخب بصفحه، الله يخليكم. يعني حكي هذا، شوف ايجابيات المباراه، زيدان اقبال، جلال حسن، علي فائز، افضل ثلاث لاعبين في المنتخب قدموا الاداء المطلوب من عدوان. اذا اتكلم ارقام، يعني علي فائز 7.2، جلال حسن 7.8، زيدان اقبال 7.3، وهذا التقييم انا همشي حسب خوارزمية موقع 360 واغلب المواقع ذكرتها. الشوط الاول شنو اللي صار؟ بالشوط الاول كاساس قال الفريق الروسي كلش زين، رجع للمباراة امام المنتخب الايراني، واذا ما شايفين الفيديو اللي راح اللي سويته ونشرته عبر هذه القناة امركم خسارة، لان تكلمنا عن نقطة كلش مهمة، انه ضعف الدفاع الروسي خاصة قلبي الدفاع والارتكاز اللي امامهم، ما يلعبون بارتكاز واحد، يعني يلعبون 4-3-3، هذا الدور الثلاثي قلبي الدفاع مع الارتكاز اللي امامهم ضايعين مع حارس المرمى، ماكو تفاهم ودائما يرتكبون كثير من الاخطاء. اذا ضغطنا عليهم بالامام واستطعنا ناخذ منهم كرات راح نسجل من عندها اهداف. كاساس قاري هذا كل زين ولعب عليه، خاصه انه العراق تعود على هالاسلوب، هذا الاسلوب الكره الطويله الساقطه على راس ايمن حسين يعتمد عليه كاساس، لما تسقط الكره يجي اللاعب الثاني ياخذها ينطلق بها على هدف، عاده هو يكون ابراهيم باش مثلا، شفناه بكاس الخليج. اي لاعب اللي قادم من الخلف ممكن انه يستثمرها، زيدان اقبال، علي الحمادي، تجي الكره على راسيه ايمن حسين ينزلها وتصير الهجمه. بعد هذا انه نضغط على هذول الثلاثي نخطف من عندهم كره ونخطف من عندهم اخطاء، وهو هذا اللي صار. الشوط الاول 3 اهداف، اقل شيء العراق كان ممكن انه يخرج 3 اهداف، 3 اهداف محققه يا جماعه الخير، محققه والله راحت. سددنا هواي تسديدات، وصلنا للمرمى الروسي، مرمى روسيا كانت ضايعه، يعني خطوطها الدفاعيه كانت ضايعه. طبعا ذكي كاساس، والله العظيم ذكي، وانا كلش عاجبني لما تستثمر نقطه قوه المنتخب العراقي، هذه الكرات المباشره على راسيه ايمن حسين، تجي تلعب على الكره الثانيه وتخلق من عندها فرص وتسجل من عندها اهداف، وكلش ممتاز هذا. شفنا علي الحمادي سريع استطاع انه يفتك اكثر من كره مع طبعا دعم زيدان اقبال بالخلف. وانا اكو شغله انا والله بقلبي، يعني معقوله لاعب مثل زيدان اقبال مثل حيويته وفكره مع مانشستر يونايتد ما ينطي فرصه هذا تين هاك؟ والله العظيم ظلم، والله ظلم، قسما بالله العظيم ظلمه. توقعنا انه بالشوط الثاني الموضوع يستمر، يعني العراق يحاول على الاقل انه يجاري المنتخب الروسي وينطي هدف. اللي تفاجئنا به ضياع خط الوسط اسامه رشيد مع امجد عطوان، مع ما اعرف اجت لحظه لابراهيم بايش توقف، ما ادري لياقته البدنيه ما تعب ما ادري. المهم احنا نلعب بثلاث قلوب دفاع، ثلاث قلوب دفاع، هذول الاثنين منا المساكين اليمين واليسار الظهيرين، هذول اللي صعدون يرجعون صعدون يرجعون، هذول مكاين لازم انت عندك. فابراهيم بايش تعب الرجال، واضح انه توقف اخر شيء توقف، وشفنا انه اسامه رشيد ما يعرف يغطي، ما قدر يغطي مع امجد عطوان، المنتخب الروسي ضرب العراق من وسط الملعب بسهوله ومباشره جاب له هدفين وبكل سهوله، وخط الوسط ظال صافي ما يعرف شنو الموضوع. خلف الله على كاساس لحق الفريق، غير تغييرا على السريع استطاع انه يعيد التوازن الى خط الوسط. العراق في وسط الميدان اليوم وضعيتنا مو تمام، كلش مو تمام. ضيعنا المباراه خلال ربع ساعه، سجلوا علينا هدف، انتهى الفريق نفسيا، خلاص هم الروسيين ارتاحوا وقاموا يلعبون على المرتاح. بدلاء كانوا زينين لكن مو بحيويه اللاعبين الاساسيين اللي موجودين، اساسا هم اغلبهم جبناهم كماله عدد يعني. لكن يعني قدموا اللي عليهم، عادوا التوازن للفريق العراقي بعد ما خسرنا بهدفين، ما قدرنا نوصل بالشوط الثاني، ما قدرنا نوصل للمنتخب الروسي اطلاقا. منتخبنا ضاع، زيدان اقبال يعني واضح انه هو ضايع يعني تائه في وسط لاعبين، كل واحد ملتهي بروحه.
كل واحد ملتهي بروحه، كل واحد بصفحه، حاير بمصيبته، جدنا اقبال صافين يهز بيده، كان وين؟ شنو هذول شبيهم؟ خلف الله على علي الحمال شوي متفاهم وياه وشويه يحركه، بس لاعب واحد عندنا والباقيين كلهم شواخص مع الاسف يعني. هاي بالشوط الثاني ليش؟ ما عاد تاهت علينا. استفادينا هواي من هاي المباراه، استفادينا واعتقد كاسا صارت عنده رؤيه واضحه عن عدد من اللاعبين، احنا بحاجه لمباراه قويه. احنا ليش اصلا ندور على هيك مباريات؟ حتى نكشف اوراقنا، نكشف وضعيتنا، نعرف اللي لنا واللي علينا. مال احنا نروح نلعب ويا الكويت ويا الامارات ويا عمان ويا البحرين ويا قطر ويا يعني هاي المنتخبات اللي ويا لبنان باكر ويا لبنان وسوريا، يعني هاي ما تخلق لك حاجز منافسه، نقاط قوتك تضيع وسط هذا الكم الهائل من المباريات اللي ما تقدم لك شيء. فرحانين بهذا المباراة، قدمنا بها أداء زين بالشوط الأول. أنا يعني رغم التوتر والقلق اللي صار عندي يعني بسبب إنه ضيعنا المباراة كانت في المتناول، يعني كنا نقدر نتونس بها والله. عموما الشوط الثاني راح من عندنا بسبب قلنا هذا يعني انخفاض اللياقة البدنية، التركيز، ضيع خط الوسط، عدد من اللاعبين ما قدروا إنه يجاروا المنتخب الروسي، ضيعنا الأول والثاني. نشكر كاساس، نشكر المنتخب العراقي، نشكر اللاعبين على هذا الأداء. نشوفكم في مباراة أخرى إن شاء الله تعالى، أشوف تعليقاتكم وراكم عن هذه المباراة. يا الله تفضلوا اللايك والتعليق وشير القناة. في أمان الله.